بحاول اقوم اهو. تعالي يا عم قشري معايا. دي رجلي دي. شبشب فين؟ شبشب فين؟ ايه ده حركات النص كوميدي؟ وانا مالي؟ امك هي اللي تعمل كده. لا وانت مطيع قوي كده برضو ياما بتزق العيال عليا. ما انت يا ابني اللي نومك تقيل. انا اللي نومي. هي امك بتعمل ايه في الحمام؟ تستحمى. تستحمى ليه والنهارده ايه؟ ده احنا اول الشهر ياما. ماسوره البيت مكسوره زمان الحاره غرقت. ايه صبر الزيطه اللي انت عاملها دي يا اختي؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه اللي انا شايفه ده؟ يا صباح الشامبو والجمال. مين دي؟ مادونا؟ وش تكون جنبي؟ ولا شايف عيالك؟ بيتدلع عليك يا صابر، ما انت اخوهم وابوهم. تعالى بس اما اقول لك. في ايه؟ المدرسين بتوع اخواتك
ما خدوش فلوس من اول الشهر. تدفعيهم انت ياما، ما تحويش طول العمر معاكي. طب وقصه الدش بقالنا شهرين ما دفعناهوش. انا بقى مش خايف عليك غير من الدش ده، انت دلوقتي في سن حارجه يا ولا. خلاص ادفعيهم، هات بقى معاك 700 جنيه تبيت عليهم بقى شويه، نفسي اكمل اول باكو في حياتي. الهي خليك لينا يا رب. لا ياما، الهي يوقف لك ولاد الحلال. بس ياما، الهي يديم عليك طوله. بس ياما اعملي معروف، انت بتعملي ايه؟ بدعي لك يا ابني من قلبي. انا حاسسك بتدعي لي من مراره، مفيش مره دعتي لي فيها ولفقت معايا. بكره تنفق، مستعجل على ايه؟ خد هنا، مش عيب تدخل الحمام قبلي؟ مش انا الكبير؟ يعني لو عملناها على السرير مش نافع، ولو عملناها في الحمام برضه مش نافع. انت اللي عملتها في السرير هيقولوا عليك عيل، انما انا هتبقى فضيحه. الله يخرب بيتك يا شيخه، خليت الليل يروح بسرعه. انا خلاص خلاص يا معلم فلفل، كرهت التاكسي وسواقينه. صلى على النبي امال، الغايب حجته معاه. غايب هو واحد اللي غايب؟ دول الاثنين عيلين صيع معادهم الساعه 6، ده يسلم وده يستلم، لا ده جه ولا ده جه، والساعه بقت 10. اهدى كده يا حاج، اهو صابر وصل. ازيك يا هلال؟ عامل ايه؟ ازيك يا ابو حميد؟ ايه الاخبار؟ صباح الفل، ازيك يا معلم؟ معادك الساعة 6، جاي لي الساعة 10، ده شغل صياعه. وبعدين شيل رجلك من جيبك وانت بتكلمني. يا فتاح يا عليم، مش الصباحة دي يا معلم سيد؟ وده مش شغل يا الصابر. طب اديني جيت، فين العربية اللي هستلمها؟ ولا هي حكاية زعيق وخلاص؟ فاكر يوم ما نكدت عليا ربنا عمل فيك ايه؟ ربنا اللي عمل فيا ولا انت؟ دي حادثة ما يعملهاش غير واحد أعمى. ومين اللي عماني؟ اشهد انت يا معلم فلفل. أيوه اشهد. أيوه اشهد. أيوه اشهد. يومها قاعد يزعق ويهلل كده ولم عليا الشارع، دم سخن، كرات الدم البيضة ركنت على جنبه والحمرة أخدت في وشها وأزحت. طلعت مش شايف أي حاجة، سايق وصورة الحاجة بتتنطط قدامي على الطابلوه، أجيله كده جيلي كده، أجيله كده جيلي كده، وفجأة لقيت صورة الحاجة دي بتتهز جامد قوي، ولقيت شجرة قد كده، الصورة تتهز والشجرة تقرب، الصورة تتهز والشجرة تقرب. بعدين الإرسال قطع. رحت أشوف العربية لقيتها حضن الشجرة كده. والله العظيم أنا ساعتها قلت في داهية العربية، أنا ما كنت قلقان غير على صورة الحاج. أهو شوقي جه أهو، كان لازمته إيه بس النكد ده؟ صباح الفل يا بشوق. صباح الدلع والحنان يا الصبور. كمان سكران على الصبح، صلحت الحزام ولا لأ؟ خدش بالك، حزام أستك كله بالحنية بيفك. قشطة. بعدين يا أبو السيد. صورك يا صايع. انت مسؤول ولا ايه يا ابو السيد؟ اضربك. لا 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 تعالى افهمك جوه بقى، تعشيني يا بابيات البابيات. ها؟ ها؟ على فين يا ستي؟ تاخدنا يا ابن البساتين؟ طب تعال. تعيش وتفتكر. يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي. هم لو المرحوم طازة كنتوا عملتوا ايه؟ يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي. ايه يا الصباح اطلست يا سيد الله يحرقه. خلاص اديها يا سبعي يا جمالي اه يا مسددني. المرحوم كان غالي يا جنبي.
مهندسين يا اسطى. ماشي يا هندسه. مرضاكم بالصدقة وطهروا أموالكم بالزكاة. واحد يسألني ويقول لي هل تجوز الصدقة على سواقين التاكسي؟ أقول له طبعا، دول غلابة وشقيانين، وقطع الغيار كل يوم أسعارها بتزيد. كوبلن العربية دي ثمنه 700 جنيه. نزلني هنا لو سمحت. غير المساعدة. بارك الله فيك. الكاسيت اللي بتدفعه ده بتاكل هنا. يا باشا أنت قاعد. فك بقى الله يخرب بيتك، خد هنا يا ابن النصابة. أنا عارف كان لازمته إيه الحزام ده في وسط البلد. كان تفتينا للنصابين يا حكومة. بتقول إيه أنا؟ ده أنا بقول ربنا يخليك لينا يا حكومة، بدعي لها وهخلي أمي تدعي لها. أحسن حاجة عملتها الحكومة موضوع الحزام ده. والله بقيت مدمن حزام يا باشا. تصور سيادتك ما بيجيليش نوم بالليل إلا وأنا لابس الحزام ورابطه في رجل السرير. ايوه كده اهو بقى حسام امان بجد. الحكومه تكبس تلاقيني متحزن، الزبون يفك يلاقيني في قفاه. بص الخطف بقى على ما تفرك. انت اتجننت؟ عاوزهم يرفدوني وبفضيحه؟ فضيحه ليه؟ ده انا خطيبك. محدش عارف هنا انك خطيب، انت المفروض جاي تستعير كتب وبس. يعني انا عارف قبلك بره منه لله ابوكي. وايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ ده الحزام المحمول. اصل الزباين بتنزل وتهجر، الناس اتجننت خلاص. يعني عاوز تفهمني انك عامل كده عشان الزباين؟ امال عامل كده ليه؟ رايح اتصور صوره الوفاه؟ وهتروح للناس تتفرج على الشقه بالمنظر ده؟ مش مهم المنظر، المهم الشقه تعجبك. تعجبني؟ اه انا كل الشقق اللي شفناها عجباني يا صابر، انت اللي بتتلكك. ولا تلكيك ولا حاجة، عادينا هنشوفها اهو. تاني يا وفاء، حواري تاني من الأول. مش عاجبك يا صابر؟ طب والله العظيم لا. خلاص خلاص، يلا يلا. استنى استنى، هاتوا تتخانقوا ليه؟ يا عم احنا ما اتخانقناش، احنا بنلعب تنس. بيلعبوا تنس للطوب، بكرة يقلبوها سلة وتلاقي الجزم داخلة لنا من الشبابيك. يلا بس استنى يلا استنى. اقرأ وفاء. أهلاً حضرتك يا ست جمالات؟ جيجي يعني. أهلاً مدام جيجي. اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا. يا دي النور يا دي النور، يا دي الطول يا دي الطول. يا أهلاً وسهلاً، أنا عايزاكوا تعتبروا من الشقة دي شقتكم. ألف سلامة يا عسل. أهلاً يا حمادة. حمادة مين يا ست؟ طول الليل بقولك فوزي فوزي. إيه هو أنا إيه، علي دفتر؟ العتبة دي ما تعرفوش الخير بيجيها منين، من ساعة ما دخلتها والخير ايه كده. نجيب ساقع ولا سخن؟ لا احنا نخلي السخن بعدين. يبقى ساقع. طب يا نعم، تعرفي الولاية دي منين؟ ده يوسف السمسار اللي ده العنوان لبابا. الولاية دي ملعب والشقة دي مشبوهة. يلا بينا، زمان بوليس الاداب جاي. برضو بتتلكك يا صابر، هتلاقي فين شقة خلوها 5000 جنيه. والله يا حبايبي انا لولا السفر ولا فرت فيها ابدا. هو سيادتك مسافره؟ اه يا هني، اصل جالي عقد عمل بره ب 3000 دولار في السنه؟ في الشهر. ليه؟ هو حضرتك بتشتغلي ايه بالظبط؟ بشتغل خياطه. ب 3000 دولار في الشهر؟ يبقى اكيد هتخيط بمكانتها. طب قوم قوموا لما افرجكوا على الشقه. يا ساتر يا ساتر، ايه ده؟ الله الله الله، ده فوزي مكركب الدنيا خالص. انا حاسس ان الحكومه جايه دلوقتي. اتفضل تعال. بلكونه بقى، انما ايه، بحري وهواها يرد الروح. يا خرابي منوره يا حبيبتي. ده مش البلكونه بس اللي هواها بحر، ده المنطقه كلها جايبه هوا على بعض. دوري نفسك يا وليه. يا جدع انت ازاي تدخل علينا واحنا قلعين؟ ادخل عليكم فين يا عم؟
انا بعين بلكونه الشقه اللي مش هشتريها. قوم تدخل علينا اوضه النوم من غير احم ولا دستور. اوضه النوم؟ طب احم ودستور. ها اسمع يا جدع انت، بعد كده لما تحب تدخل بلكونه تاني تبص من ورا الشيش، لقيتنا لابسين تدخل، لقيتنا قلعين يبقى وقت تاني. بقول لك ايه، انا دماغي دي فيها كلاب سهرانه بتجري ورا بعض، لو واحد فيهم لمحك كنت ملصص كده هيقطعك. انزلوا انزلوا تحت وقلعوا بنطلونه في نص الشارع عشان يعرف مقامه كويس. وانزل ليه؟ انا هقلعهوله هنا علشان يعرف مقامي كويس. يا لهوي راجل، استروا نفسك يا وليه. اللي بتعمله ده يا صابر ما تدخل بقى. سيبيني وفاق، لازم اعرفهم انا مين من اولها. هدي اعصابك يا اخويا، صحتك لا يجرى لك حاجه. اقلع البنطلون وسيبه هنا لان انت عاملك في الخناقه. امشي يا وفاه، دي منطقه كلها لبش وانا جبتتي مش خالصه. سيب البنطلون. اوعي يا وليه. ما تقلع البنطلون. اوعي يا وليه. انا عارفه ايه الرجاله اللي مثبته بنطلوناتها دي. يعني ايه؟ ابني خلاص ضاع مني؟ يا عم انا محامي واللي عليا عملته. وبعدين هو حد قال لابنك يتاجر في البانجو والبرشام والكولا؟ بقول لك ايه، ايدك على بيت الاتعاب. اتعاب يعني تحبس الواد وكمان عايز اتعاب؟ يا بي ده بدل ما تقول يا ريت وخد اعدام، على الاقل كنت استريحت من مشاويرك لابو زعبل وجاي من ابو زعبل وفلوس ولحمه وزيارات. طب ايه راي حضرتك، امبارح زبون خد اعدام وجه وقعد مكانك هنا في منتهى الشياكه ودفع كل فلوسه واد وشه بدر، وقال لي بعد اذنك يا باشا انا رايح اتعجب. انا هقوم امشي قبل ما ارتكب جنايه للقدر. انا عايز حقي بدل ما احطك في منهج الطعن. اوعى ايدك دي. ماشي هاخد حقي من المحكمه. هد نفسك يا مات، الناس كلها بقت كده، ما حدش عايز يدفع اللي عليه. اوعى يا عم، دي كلها مساجين. على سلاحه طقم ليمون وشيش للحبايب، وعندك ثلاثه ليمون خلاط واربع شيش. ايه ده ايه ده ايه ده، خد هنا. انت بتعمل ايه؟ ايه اول مره تشوفها؟ ده الحساب القديم اللي عليك، وما تقوليش الحساب يوم الحساب. لا انا اقول زي ما انا عايز، القديم ده يتنقل في الدفتر والجديد يتقيد. طب واللي هيتنقل في الدفتر هيندفع امتى؟ يندفع تاتا تاتا والجديد طازه بطازه. طازه بطازه. اه بقول لك ايه، صبح تاتا تلف تلاتة. ها الكلام ده وان بقى تقوله للمعلم صاحب القهوه علشان انا اتخنقت. يا معلم فلفل بتزعق ليه؟ ايه الفضايح دي يا معلم؟ مش لازم الزباين كلها تعرف ان انا مديون. ما تبطل فنجره على اللي رايح واللي جاي عشان تقدر تدفع اللي عليك. ايه؟ انت بتزقني يا فلفل وانا هم زبون عندك؟ طب ايه رايك بقى ما انا مش داخل القهوه دي تاني؟ الله يحفظ رزقك معايا. اهدى اهدى انا كمان. اهدى يا صابر. اوعى يا شوي، ما تهدى اهدى اهدى، مالكش الا فلفل يا شوي. الناس بس بتروح تاني يا شوي. مالكش الا صابر. تعالى كده شوي. حاضر اهدى يا شوي. اهدى يا شوي. طب انا هنص عادي. اهدى حاضر يا فلفل. اهدى 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 اهدى. هو الحساب بيزعل ولا ايه؟ لا ما بزعلش. شوف حسابك كام، انا مستعد ادفع. ايه؟ ما زعلتوا الحساب؟ بس انا حاصل، هما اتنين شاي وتلاته ميه. لا واحد عندنا انا خدته. خلاص احنا بشاي على حسابي وهندفع تاتا تاتا. ايه؟ تعال انت هون يا خدمتكم. هات دقيقه، هات البوليس. مش وقت يا بابا، الدنيا ليل. ادخلي انت. تعال تعال ادخل. وقف الحل اللي احنا فيه ده ما ينفعش. تقدر تقولي الشقه اللي شفتها ما عجبتكش ليه؟ ده هره ضيقه قد كده، والشقه اللي شفناها كان مبيت فيها فوزي. وانت يعني كنت لاقي؟ خلاص خلاص، فرجت ومن واسع ان شاء الله. ايه لقيت شقه؟ ايوه، واحد صاحبي من زمان كان مسافر بره ورجع وهيبني عماره وهيديني فيها شقه كده. لسه هيبني وبعدين يديلك؟ والعماره دي هيبنيها فين؟ لسه بيدور على الارض. لا يا حبيبي انا مش هستنى، قدامك اسبوع تكون جبت فيه الشقه، يا كده يا ننهي الموضوع ويا دار ما دخلك شر. خلاص امرنا لله، نشوف بكره شقه بسوس. بسوس؟ وفين بسوس دي؟ دي في طريق القناطر على النيل بس من ورا. انت بس اعملي حسابك تاخدي اجازه بكره ونتقابل بدري، نفطر سوا وبعديها نشوف الشقه ونرجع نتغدى، وعلى سفر سمس كده ندخل السيما وبعدين نحبس بالعشاء. قلت ايه؟ انا جاي معاكم طبعا.
سمع ان فيها افطار وغدا وعشا نط في الحلل. طب بالسلامة يا اخوي. بالسلامة ويا ريت تخلصني. انا خلاص روحي بقت في مناخيري. يا رب يعطس. صابر الحمد لله انك جيت قبل ما انام. يعني الراجل اللي اسمه حماية ده مش عايز يجيبها البر؟ يا اخويا بلا حماك بلا نيلة، خلينا في اللي احنا فيه. خير يا اما في حاجة؟ ابدا مشكلة قد كده. مشكلة ايه؟ خالك محجوز في المستشفى. خالي؟ خالي مين؟ انا عمري ما سمعت ان ليك اخوات. ده اخويا الكبير حسن. يا سلام، اسمه حسن؟ جاي تعرفين عليه بعد 29 سنة؟ ما جاتش فرصة يا صابر، اصله عامل عملية وحاجزينه في المستشفى على 700 جنيه. حرام يا اما، هلاقيها منين ولا منين؟ ده بدل ما تقولي ان ليك خال مات في كندا وساب لك 700,000 جنيه، جاي تقولي انه محجوز على 700 جنيه. يا ابني ده خالك حسن ملوش غيرنا. انا عارف طلع لي منين خالي حسن ده. و700 جنيه دول يدفعوا مره واحده ولا ممكن يمشوا تاتا تاتا؟ لا لوكشة واحده. لوكشة انت فرحانه فيا؟ يا رب هو كده مفيش نصيب، هو مفيش شقه، هو مفيش وفاء. الهي يجعلك فكه للمزنوقين، الهي ما يزنقك ابدا ويسهلها لك يا صابر يا ابن بطني. انت بتدعي لنا؟ ادعي لاخوكي يمكن ما ندفعش ال 700 جنيه. خلاص يا ام دفعنا الحساب وسلمنا الافراج الحمد لله على السلامه. يا انت متاكده ان ده اخوكي؟ ده اخويا الكبير حسن. مش شبهي كام؟ اصل اخويا من بعيد. من بعيد ازاي يعني؟ بينه وبينه 12 اخ. اه وانت عندك 12 اخ؟ فرصه سعيده يا خالي. انا مش عارف يا ابن صابر اشكرك ازاي، لكن لو تتم جميلك عليا. امر يا خالي، عايز ايه؟ الدكاتره قالوا لي اني محتاج لعمليه تاني، ويا ريت تعملها بره، بره مضمونه بنسبه 90%. اه والعمليه دي تكلف قد ايه؟ 30,000 دولار يا ابني. دولار؟ وإذا ما عملتهاش إيه اللي هيحصل يعني؟ هموت. اتكل على الله. أنت بتثبت فيها ليه؟ ده الموت علينا حق. يلا ياما. اركن على جنب يا أبو. اركن على جنب. يا بركة دعاك ياما. يا اخوانا اللي عليه احكام ولا مسجل خطر اتكل على الله، عايزين نشوف اكل عيش. تعال من هرك ابيض هتخلص يا انا. لا تفتح عليه مع الصبح. ايه اللي انت عامله في نفسك ده يا انا؟ ده الحزام يا باشا طول النهار شده من سخونيه الموتور لزق يعني. لزق؟ هات رخصك يا انا. ليه يا باشا وحصل ايه؟ تعرفش حصل ايه؟ لا والله. دوس على الخط. خط ولا كارت؟ انت تهزر يا دول ايه؟ لا يا باشا انا بهزر. بكلمك على الخط الابيض يا خفيف. باشا احنا طوال زي بعض ونفهم بعض يعني. يعني ايه؟ اصل رخصتي ورخصة العربية بتاعتي اتسحبت. طب فين الوصل؟ لا ما هو الظابط اللي سحب الرخص ظابط حبيبي وما يصحش اخد عليه وصل. هب بطاقتك يلا. انا هعمل لك محضر وبقابلني لو شفت سواق تاني. عشان غلبان يعني ماليش ظهر في بلدتي، كل ده عشان دوست على الخط. اه امال لو دوست على رجلي ساعتك كان حصل ايه؟ خد يا باشا. اخد ايه؟ خد الرخص اهي ولا عايزه، ويكون في علمك كل يوم هقعد على الخط ده وهدوس عليه بالجزمه وبسحب بقى الشراب. اهو 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 اهو. يعني ايه؟ يعني مفيش فلوس ومفيش رخص ومفيش شغل ومفيش شقه. واقول لابويا ايه؟ الصبر يا وفاء هتفرج ان شاء الله. اما انا حلمت لك حلم يكون من حظك ومن نصيبك. حلم ليا انا؟ ايوه حلمت خير اللهم اجعله خير، ان انا سايق العربيه وانت جاي عليا لابسه ابيض في ابيض، وكان جنبك ابوكي وبصيت في عينيا وبصيت في عينيكي وتهت فيهم، وفجأة سمعت صويت والناس بتقول حاسب حاسب حرام عليك. نزلت لقيته لازق في الاكسدام قداماني كده. هو مين ده؟ أبوكي. هو ده الحلم اللي من حظي ونصيبي يا صابر؟ ما ماتش ما ماتش، خلعته من الاكسدام وهو لحمه بيتقطع كده، وبعدين لميته وطبطبت عليه وهدي وقال لي يا صابر يا ابني
تعالى اكتب وخش انت ووفاء عندي في الشقة. هو كان عارف انك بترسم على كده وداخل على طمع. طمع؟ في كنتو؟ ده الفار بيدخل بيتكم ما بيطلعش، بتاكلوه. خد يا صابر، انت عندك مشاكل كتير، وادي اكبر مشكلة خلصتك منها. ايه ده وفاء؟ دي أول مرة تقلق فيها الدبلة من 6 سنين. اغزي الشيطان يا وفاء ولبسيها. لا يا صابر. جواب نهائي. يبقى أكيد في حد تاني. عموما أنا أتمنى لك كل خير. بس لو حد من المنطقة مش هينفع، الناس كلها عارفة إنك أنت البنت بتاعتي. لو حد هيجي يتنطط ويعلم عليا لا، هتبقى أنت سبب انتشار الإرهاب في المنطقة. وفاء! ايه ده؟ بص 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 ايه معايا في المصلحه دي؟ احنا فين يا عسل؟ انتوا رايحين فين؟ احنا بتوعك. خش اديها اديها، ما هي قلعت الدبله. انتوا اسمكوا ايه؟ انا اسمي فتحي وهو اسمه فتوح. فتوح. وانت اسمك ايه؟ شكيره. الله الله الله، احنا هننصب من اولها. بتقول لك شكيره دي بالكتير قوي شكاره. قشطه. اليوم الابيض بيبان من اخره، اطلع بينا على مارينا. دوام يا معلم. يا اهلا يا اهلا يا اهلا، ده ايه النور ده؟ مارينا نورت. هي دي مارينا؟ يعني هي دي شكيره. قشطه. طب واللي تحب عريس صاحبتها وما تقعدش دقيقه في بيتها تبقى شكيره ايه؟ شنكوته. اتفضل يا قمر، حته على مقصوم. لا انا مش هقدر اكل، انا هشرب معاكم بس. مش بقول لك اليوم الابيض بيبان من اخره. خد يا قط. لا لا لا، انا عايز تذكره بانكو. بانكو؟ سامع بالشوق زكيب عايزه بانكو كده. بانكو يا قمر. طب اطير انا بقى على البانكو. بس استناني. اه تقولش لوحدك. حلاوتك يا كادلك. الليله دوب يا هندسه واشارتك خضرا يا صبور. عايزه هوا. هوا. هوا ايه؟ انا شايف ان الهوا كده مظبوط، اكتر من كده مع السخنيه هتفرقعي. تعال تعالي في اوضه هنا هواها شديد، قبل غرب 50 زوابع زوابع، واحتمال تمشي معاك ويبقى فيها توابع. يلا يلا. عايزه هوا، افتحي شبابيك. لا شبابيك ايه، احنا لسه ما نعرفش نظامك. لا تكوني من النوع الروش اللي يحب يغني ويصوت كده ويلم علينا الدنيا. هوا هوا. طيب حاضر، مش هحرمك من حاجه. هوا هوا اهو. يا شكيرة. انت نمت ولا ايه؟ شكيرة احنا مش جايين ننام، ده الحرب العالمية التالتة هتقوم دلوقتي. يلا فوق، يلا شنكوتة، يلا يا بنت، يلا يلا فوق. يا نهار اسود، دي ماتت. يا نهار اسود ومنيل. يا لهوي يابا. يلا بوليس، انا عارف الاول ان احنا متراقبين. مين مين؟ افتح يا معلم. ايه وشك اصفر، شكلك ما استنيتنيش. هي اللي ما استنتش يا شوي.
ادخل شوف المصيبه اللي انا فيها. شاكيرا ماتت يا شوقي، ماتت. وحش وحش وحش. مفتري، عملت فيها ايه يا مفتري؟ انا ما عملتش حاجه، ده هي قالت عايزه شويه هوا وبعد كده ماتت. ماتت وكان نفسها في شويه هوا. بقولك ايه سيبنا بقى من كل ده، هو خلينا نشوف هنعمل ايه في ريتك السودا دي. هو اليوم الاسود بيجاب من اوله، كان ابيض من شويه. هو عامل زي الدكس، حته بيضه وحته سودا، حته بيضه وحته سودا. بقولك ايه، ما تولولش فيها، خلينا نشوف هنعمل ايه في الجثه دي دلوقتي. والنبي جثه، هي خلاص بقت جثه. انا طول عمري فقري، يبقى ضاع في ايدي بص اجي بص هتبقى جثه. يا لهوي ما هذه الحقنه بتاعت امي دي، حقنه عضل، وامي عقبال ما بيطلع لها عضل بتاخد وقت. هستاذنك. بقول لك ايه انت هتسيبني في المصيبه دي وتروح فين؟ حس بعضل امي يا شوقي. ما بحسش. ايه اللي حصل؟ النور قطع. خليك جنبي في الليله السوداء ديت. عفريت شوي، اجري يا معلم. يا هرجع لك بالطريقه دي تبقى غلطان. قرني اللي هد مني روحي يا عمر يا علي، وسايبني بقلب علي. ياللي حبك انت مغلبني معذبني. حضرتك محامي؟ لا، أنا بكالوريوس سيجارة، صابر الطيب. آخر حاجة كنت أتوقعها إن ألاقي مواطن بيقرأ الدستور. ده هو. لا، أصلا من ناحية القراية قرير، يعني دودة قراية. ده الدستور ده أنا حافظه صم. أنت شاوري كده على أي مادة تلاقيني كررت لك لآخر الكتاب. معقولة؟ جربي. طب ممكن تقولي مادة 25؟ مادة 25، مادة 26، مادة 27، 28. صم بقولك. لا صحيح، أنا قريت الدستور أكتر من مرة، وكل مرة بقف عند مادة 25 ومادة 30، مش فاهم منهم أي حاجة خالص. بس كده المادتين دول 25 و30؟ أنا فاهمك أنا. أهي المادة 25 أهي. لكل مواطن نصيب في الناتج القومي، لكل مواطن، يعني أنا وأنتي لينا نصيب في يعني أنا ليا نصيب؟ انت فاهمة حاجة؟ مادة 30 الملكية العامة هي ملكية الشعب. انا الشعب، يعني انا عندي املاك، انا الشعب. حد فاهم حاجة؟ انا هفهمك. في حاجة اسمها مال خاص ومال عام. المال الخاص اللي هو بيتك، قهوتك، جلابيتك، شنبك. اما بقى المستشفيات، المصانع، الشوارع، الميادين، ده مال عام، وده بتاعنا كلنا. يعني البلد دي مش بتاعت الحكومة؟ حكومة ايه؟ مش هيفهم. الحكومة دي ناس مننا كده، احنا مختارينهم عشان يديروا املاكنا، عشان احنا مش فاضيين. انت وراك القهوة، انا بدور على شغل، الاستاذ بيدور على جنحة، الغلبان ده بيدور على موسى، محدش فاضي. الكلام اللي بيقوله صابر ده مظبوط، يعني احنا الملاك. الدستور ده العقد اللي ما بيننا وما بين الحكومة، يعني بالصلاة على النبي كده الحكومة شغالة عندنا. معقولة
يعني الوزير ابو بدله وكرافطه اللي بشوفه في التلفزيون ده بيشتغل عندي زي الواد سيحه كده؟ يعني انت عايز تفهمنا ان احنا لينا في الهرم والنيل وكوبري مبابا ده؟ انت قريت ده ولا انت؟ ما انت عارف انا معلم. ولا انت يا بيه؟ انا موظف حكومه. عشان كده محدش مصدقني. والله يا اخوانا احنا الملاك. اذا كان المال العام ده ميم عين نبقى احنا ميم ميم عين ملاك المال العام. طب ما الحكومه بتبيع الميم عين ده واحنا ما خدناش اي حاجه. يعني اهو انت دلوقتي بدات تفهم. لما باعوا القطاع العام كان لازم يلمونا ونتحاسب وكل واحد ياخد نصيبه. انا خلاص من دلوقتي مش هسكت. انا هتمتع بحقي، هاكل واشرب وانام في املاكي. انا فقت، جه وقت الحساب. ميم ميم عين املاكنا على الجنبين. طب الحساب؟ حساب ايه يا راجل؟ بقول لك ميم ميم عين ما تقولوا له حاجه. ده تاكسي. ما عندكش ترابيزه بلياردو هنا؟ عايز العب بينج بونج يا اخوانا. بلياردو ايه بتاع ايه؟ الحساب انا سيحه، انا سيحه الحساب. وفاء ايه؟ اتحلت كل مشاكلنا وفاء، خلاص بقينا اغنية. اغنية؟ انت بتقول ايه؟ فهمني. لقيت وثائق بتاكد اني غني وان عندي املاك كتير قوي. ورث يعني؟ من جدود الجدود. ايه ده، فجأة طلعت لك عيلة ولا ايه؟ وعيلة كبيرة وعيلة قديمة يا جماعة. تعالوا يوم الخميس الجاي كاتب الكتاب والدخلة، كلكم معزومين. قولي لابوكي صابر جاي الليلة، قولي لابوكي لم كل العيلة، قولي لابوكي صابر جاي الليلة. بس احنا ما اتفقناش، انا هقول لهم ايه؟ انت ما تقوليش حاجه غير ان شاء الله والف الف مبروك. ان شاء الله والف الف مبروك، ان شاء الله والف الف مبروك، ان شاء الله. اهلا اهلا، اتفضل. يزيد فضلك. بقى يا راجل يبقى عندك ورث وما تقولناش. والله يا عم ما كنت اعرف، انا عرفت كده بالصدفه. يبقى اكيد الحاجه كانت عارفه. ان شاء الله والف الف مبروك يا عمي. اتفقت انا وفاء ان ان شاء الله الفرح يبقى الخميس اللي جاي. ها يعني هتجيب شقه وتفرشها وكل ده في 3 ايام؟ ما تقوليش هم حاجه، كل حاجه اتحلت خلاص. انا دلوقتي ميم ميم عين. ربنا يا ابني يعلي مراتبك كمان وكمان. احنا عايزين نعمل فرح ما اتعملش في البلد دي قبل كده. انت داخل عليا بهيصه وزفه ومش فاهم منك حاجه. في ايه يا مصاب؟ ان شاء الله والف الف مبروك. محمود عاوزك. ما تدققش معاه في الحاجات دي، ده الواد وارث وارث. خليه يكتب قبل ما الفلوس تعميه ويغير رايه. خلاص يا صابر، ام وفاء يا سيدي حلفتني بالغاليين الفرح الخميس الجاي. الف الف مبروك يا محمود. محمود قصدي يا عمي. تحبوا نعمل الفرح فين؟ انا بقول نعمله في الاستاد. الاستاد؟ لا ضيق ضيق. ضيق ايه؟ الناس دي كلها هتاكلها ازاي؟ تعرف صلاح سالم اللي بيودع الجيزه؟ اه. نعمله بوفيه مفتوح والحلو ناخده في الدراسه وانت نازله من على الدائري في طريق المحور كده. شبرا
ومداني الأوبرا فيصل والجيزة على قلبي عزيزة أظن ما حصلش. أنت أول واحدة يتعمل لها فرح محمول. إيه حكايتك فرح محمول وحزام محمول؟ خايفة العريس كمان يطلع محمول. والله ده يرجع لقوة الشبكة بتاعتك. لو سمحت في حجز باسم صابر بيت طيب. أيوه السويت الملكي. هو شنط سيادتك في العربية؟ شنط إيه ده؟ انت عارف ليلة زي دي يعني مش محتاجين فيها هدوم. البطاقة لو سمحت. avec nos meilleurs vœux pour les jeunes mariés. Félicitations. شغال القناة التانية عندكم كتير انت. تعالي تعالي نعمل دماغ فصفور في الأول. كفاية بقى فصفور ده انت بقيت مشاع. اديها اديها. احنا عايزينها دخلة نووية. لم ايدك شوية يا صابر مهما تكون ورثت المصاريف ما تبقاش بالشكل ده. مصاريف ايه وانا حلت حاجة ده خلاص اتحقق. كلي كلي احنا لينا عندهم كتير قوي. انت ليك عندهم فلوس؟ يوه الفندق ده ميم عين يعني ملكية عامة يعني انا بمتلك فيه وانت كمان. يا نهار اسود هو ده الورث اللي انت ورثته؟ كلي كلي قبل ما الورث يبرد. الله يسد نفسك يا بعيد انت بتهزر ولا بتكلم جد؟ بهزر؟ لحظة واحدة بهزر ايه؟ ادي الدستور اهو هو اللي هيثبت لي. دستور ايه انت اتجننت؟ جننت؟ مين على شقتنا اللي فاهم هناك؟ اقعدي شقة ايه؟ يبقى عندي الاملاك دي كلها واجيب شقة؟ يعني اتنصب عليا؟ اتجوزتني نصب يا صابر؟ وكمان مفيش شقة؟ صوتك معلاش الناس تقول علينا ايه؟ ملاك شرشيح؟ احنا في مكان سياحي فاخر فندق فايت ستارز 5 نجوم. ده انا اللي هوريك 10 نجوم في عز الضهر. كلبه فعلا كلبه. انت ايه بلد الناس لعبه في ايديك؟ انت نصاب نصاب. وفاء متر لو سمحت لفي لي الاكل في كيس بلاستيك هاخده وانا ماشي. يا وفاء يا وفاء يا وفاء ده مش نصب يا وفاء ده حقنا المفروض تقف جنبي لغايه لما اخد حقي. انا في بيت ابويا مش عايز اشوف خلقتك لحد ما تجيب شقه فاهم؟ يا وفاء استنى يا وفاء. وفاء يا وفاء اتفضل معايا لو سمحت. يا كويس انك فكرتني كنت هنسى البطاقه وكيس الاكل. هات لي كيس الاكل وهات لي معاه ده وانا اشوف البطاقه. يلا لو سمحت يا فندم عايز البطاقه صابر الطيب كيس الاكل لو سمحت. يلا الحساب يا فندم 2000 جنيه مش مهم انا ميم ميم عين. يعني يا فندم مباحث عامه؟ مباحث عامه ايه؟ ده وقته ما قراش الدستور. طب اقول لك ايه الفندق ده قطاع عام ولا لا؟ ايوه يا فندم انا بقى احد ملاكه الدستور بيقول كده. يعني حضرتك مش هتدفع. ادفع ايه؟ انا بقول لك انا ميم ميم عين. طيب اتصل انا بشين سين وهم يتصرفوا معاك. مين شين سين دول؟ شرطه السياحه. اتصل انت وضعت نفسك تحت طائله القانون. انت عطلت عريس عن القيام بمهام عمله في ليله دخلته. انت عارف دي عقوبتها عندي ايه؟ خير الله مكان خير. استر يا رب. وفاء وفاء خير يا بنتي كفالة الشر. في ايه يا وفاء؟ ايه اللي حصل؟ ما حصلش ما حصلش ما حصلش. انت فاهمة حاجة؟ يا راجل بتقول لك ما حصلش ما حصلش ما حصلش. كان مستعجل قوي. عامل لي رياضي واعمل فرحي في الاستاد وراجل بسبعة ادوار يخص على دي رجالة. طب اما اشوفك يا صابر. انت اتسرعت ودفعت حساب الفندق ليه؟ ده بدل ما تشكرنا على وقفتنا معاك. اشكرك على جهلك. ما تقول له حسين احنا بنمتلك في الفندق ده ولا لا؟ ايوه يا عم صابر
بس التوزيع مش بالطريقه انت بتقولها دي. مش كل واحد عايز حقه يروح ينام ليله فوق تيل ويطب جمبري وطبابة غنون. الحكومه برضو لها كيانها. هتقول لي كيان للدوله وكيان مش عارف ايه؟ كلمني كلام افهمه. اديكوا شايفين الحال، مزنوق ومتنيل على عيني، وفي نفس الوقت عندي الاملاك دي كلها. قولوا لي اعمل ايه؟ اعمل ايه بس؟ اعمل ايه؟ وانا مغلب نفسي ليه؟ مش عارف استفيد باملاكي. ابيعها. تبيع ايه؟ ابيع حقي في المال العام. ما ينفعش، لان دي ملكيه عامه، يعني ملك الشعب. عشان حضرتك تبيع لازم 51% من الشعب يعملوا لك توكيل. 51%؟ سهل، ده الغلابة اكتر من كده بكتير. يعني محدش يقدر يبيع لوحده؟ يقولك لازم نبيع سوا، بدل ما كل واحد يلف في حاجته ونقطع على بعض. ومين يابا اللي هيشتري؟ ده السوق نايم. مين يشتري ايه؟ دي واخدة موقع استراتيجي 100-100، دي على ناصية ومفيش اختها في العالم. كده بحر ابيض وكده بحر احمر والنيل في النص، يعني المية تلات الوان وهنعدي يا جدعان. ده بقى اهدى وروق كده، قطعت قلبي. امسك. ايه ده؟ ده مفتاح العوامة، اقعد فيها انت وفاء وانا اروح اقعد عند اختي. مش هنسالك الرجولة ديت يا ابو الشوق، واوعدك اول ما ابيع واقبض هعمل معاك احلى واجب. بس ما تنساش اما تلاقي المغفل اللي يشتري يبقى بيع لي معاه. تعمل توكيل بكده؟ وابو كده كمان. ادي اول توكيل يا جدعان، مين تاني هيقول معاك؟ وانا معاك. انت كده موقفك القانوني سليم وانا معاك. سير على بركه الله. الملايين جايه يا جدعان، والميه ثلاث الوان، وكده متلون وكده متلون والكل صاير بحال مليون. كده متلون وكده متلون والكل صاير بحال مليون. وكده متلون وكده متلون والكل صاير بحال مليون. طب كده متلون وكده متلون والكل صاير بحال مليون. بنتي افتحي، ما تعمليش في نفسك كده. طيب قولي لي ايه اللي حصل وانا اجيب لك حقك. كسر بخاطرها الهي يكسر بخاطره. مساء الخير عمي. خير؟ هو اللي يعرفك يشوف خير. البنت ترجع ليلي دخلتها ودموعها على خدها. لما انت مش قد الجواز بتتنيل ليه؟ يا جماعه مفيش داعي للشوشره، المشكلة اتحلت خلاص. مشكلة ايه اللي اتحلت؟ المشكلة اللي عندك ملهاش حل. ملهاش حل ازاي؟ ده انا اصحابي كلهم رجالة. اصحابك ايه؟ رجالة. ومال اصحابك بالموضوع ده؟ شوقي صاحبي ده راجل قوي، اول ما عرف بالحكاية قرر يساعدني، قال لي هاتها عندي في العوامة. اعوذ بالله، اطلع بره بره. ده بدل ما تبقى راجل متساهل ومتفاهم. ايه يا عمي الصحاب لبعضيها. بره قبل ما اجيب اجلك. اسمع، لا انت لازم تطلعها دلوقتي حالا. فين هتطلعها؟ يعني هتطلعها؟ انت مكبر الموضوع ليه؟ هي مشكلتي انا بس؟ دي مشكله كل الشباب. هو كل شباب بنايل زيك كده؟ معظمهم يعني. انت بني ادم مش محترم، يا هتطلعها يا اقتلك. يا عمي الوضع كده غلط. سيبه يا بابا. انت جاي ليه؟ ايه يا وفاء؟ ما انت سمعتي كل حاجه. ولحد امتى هتفضل معتمد على شوقي؟ لحد ما الحال ينصلح، شهرين ثلاثة كده. وافرض شوقي زهق؟ حسين موجود، فلفل موجود، انا اصحابي كلهم رجال. بره بره قبل ما اجيب سكينة اقتلك انتوا الاثنين. انت خلاص اتجننت رسمي. طلعني يا صابر، طلعني. طلعها هات. يعني انت عايز تفهمني ان يوم جوازك ما حدش من اصحابك وقف معاك؟ بره بره بره. ما تزقش. طيب بره. مش فاهم انت محموق ليه يعني. بره يا اخي بره. على اصحابي يا قلت. يعني انت بالتوكيل ده ما تقدرش تطلق مراتي؟ بقول لك ايه، ده انا لسه قدامي نص الشعب، يعني لو في مليون منك الصومال هتبيع في الاول. بس انت متاكد ان نصيب الواحد منا يطلع مليون جنيه؟ يا عم ده بالميت قوي، ده وانت رافع ايدك كده يعني. يا اخوانا احنا مش عايزين ننق من اولها. وبعدين انا بحذركم، اي حد هيضرب بطاعه عائليه عشان ياخد فلوس زياده هيتهرش. انا صايع وحافظ الشعب كله واحد واحد وعيل عيل. ما المصيبه انكم مش عارفين قيمتها يا اخوانا. ده الميه ثلاث الوان. يلا يا جدعان حساب المشاريب. حساب ايه ده وقت؟ وبقول لك الميه ثلاث الوان. يلا يا اخوانا. يلا يا عم يلا يا عم. التوكيلات فين يا صاحبي؟ مش عارفه اشتغل. هدي نفسك يا مدام، اصل احنا كلنا موضوعنا واحد. اتفضل، عايز ايه بسرعه؟ خلصني.
حاضر حاضر. أصل الجماعة دول جايين يوكلوني في بيع حقهم في المال العام. بيع حقهم في إيه يا أخويا؟ في المال العام. لحظة واحدة. وده سند الملكية. إيه ده؟ كتاب؟ ده الدستور يا مدام. هو البانجو اشتغل هنا كمان؟ بانجو إيه يا مدام؟ أنا جايب لك الدستور مش دفتر بافرة. أنا عايز حد فيها أتكلم معاه يا جدعان. فين الأمن؟ طلعهم برا! برا! أنا عايز المدير! فين المدير؟ عايز أتكلم مع المدير! أيوة يا سيدي. عايز ايه يا فندم؟ دول اهل الحته وجايين يوكلوني في بيع حقهم في المال العام. المال العام حقهم في المال العام؟ ايوه يا فندم. وادي مواد الدستور اللي بتاكد كلامي. يا سلام. طب اتفضلوا بره شويه لو سمحتوا. حاضر فندم. حاضر. الو، اكلم سياده الوزير لو سمحت. انا قريته بنفسي، مكتوب فيه كده فعلا. تحت امرك يا فندم، مع الف سلامه. الاخوه الموظفين ياخدوا البطايق من الجماعة بتوع المال العام ويعملوا لهم التوكيلات. بس 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 تسهيلا للإجراءات، يا ريت تسيبوا البطايق بتاعتكم وبكرة تيجوا على التوقيع واستلام التوكيلات. كده بتلون وكده بتلون والكل سيربح المليون. كده بتلون وكده بتلون والكل سيربح المليون. كده بتلون وكده بتلون والكل سيربح. ادخل يا وفاء. تعالي تعالي. خلاص حلوت. الحكومة وافقت والناس بتوكلني عشان ابيع. تبيع ايه؟ انا سبتك تخرف قدام ابويا، ممكن تفهمني عاوز تبيع ايه ولمين؟ معقولة؟ ده وقته؟ دي ليلة دخلتنا. انت ايه؟ حجر؟ ما عندكيش احساس؟ ده انا بحبك يا بيت، بحبك. طب احط شنطتي في انهي اوضة؟ دي ولا دي؟ لا دي، اصل دي هواها شديد قوي وزي ما تقولي كده عتبتها وحشه، انما دي ان شاء الله هتبقى عتبه السعد علينا. يا بركه دعاك يا امه. انت صابر الطيب؟ ايوه يا فندم، انا طاير الصيب. صاير الطيب. صابر الطيب. ودي مراتي حلالي، والله العظيم حلالي، بس لسه ما دخلناش. هاتوه. وفاء خلي بالك من نفسك يا وفاء. بقول لك ايه، ما تقعديش في الصاله، عتبتها وحشه. ولا اقول لك رواح عند ابوكي، الظاهر العوامه كلها عتبتها وحشه. الله يخرب بيتك يا شاوي. وكده مثلون وكده مثلون والكل هيقلع في الكركوت. ها؟ افتكر معايا صابر ما جابش سيره اي دوله في اجتماعاته معاكم؟ ايوه، هو كان دايما يقول ان الدول اللي ممكن تشتري هي الدول اللي حاطه عينها علينا من زمان، واللي حضرتك شايفه يا باشا عامله. انا سايب القهوه لوحدها والواد زمانه خاربها. طب امدين انا بختم يا بيه. اختم. حاضر. هنا يا بيه. دي خامس مره اسالك، مين اللي بيمول التنظيم يا باشا؟ المشاريب كلها على حساب صابر. وصابر بقى بيجيب فلوسه منين؟ هو بيدفع، ده كان مدوخ فلفل على الحساب، كل شويه يقول له تاتا تاتا لغايه ما خلى الراجل يسحف على ايديه. طب امضي هنا. عيون يا باشا. ابو الشوق كاديلك. وانت يا استاذ دورك ايه في التنظيم بقى بالظبط؟ معلش يا باشا، ما تاخذنيش، انا مش هتكلم الا قدام المحامي بتاعي. انتوا هتجننوني؟ انت مش محامي؟ انا محامي فعلا، وحذرته انه ما يقربش جنب المواد اللي في الدستور دي لانها مواد ملتهبه، عامله بالظبط يا باشا زي انبوبه البوتاجاز، باي لحظه باي لحظه ممكن تفرقع في وشنا. لكن هو ولا هو هنا مسك علبه الكبريت لفوق تشك 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 جنب انبوبه البوتاجاز، ومامته بتعمل شراب صوف فوق السطوح ولا سالفه. شراب صوف
وايه كمان يا استاذ؟ اصر انه يعمل بلبله في المنطقه لدرجه الختمه الشريفه، والختمه الشريفه ما عارفين ننام منه. طب امضي هنا. لا يا باشا، انا قلت لحضرتك ان انا مش همضي. بقول لك امضي. تحت امر حضرتك يا باشا، تحت امر حضرتك. اهلا بالزعيم، اهلا بقائد التنظيم، تفضل. مساء الخير. والله يا باشا قلبي كان خايف ان في حاجه غلط، بس الحمد لله لما خفتك اطمنت. وايه اللي عمل في وشك كده؟ دي حساسيه يا باشا، وخي فيه فخفيف. كان الباشا قادر. بس ضرب وتلطيخ. لا يا باشا مش هينفع معايا، انا ابن ناخ يا باشا، ما تضربش على وخي. انا مر علاقاتي. ايوه، هي علاقاتك دي اللي انا عايز اعرفها. ماشي، ممكن اخرب سيجاره؟ لا. ولا حتى نفخ؟ لا. خلاص اخرب انت لوحدك. قول لي بقى، مين بيمول التنظيم؟ اخمع باخ، لو قطعتولي حتت مش هقول حاجه ما عملتهاش. انا متمخك باقوالي. انت متهم بالخيانه وتحريض الجماهير على نفس الفعل، ولازم تعرف ان كلهم شهدوا عليك. خخدوا ما خخدوش، انا ماليش دعوه. انا بريء يا باشا، والله العظيم بريء يا باشا. يا ابو ده لولا انه محبوس على ذمه قضيه كبيره، انا كنت عملت له قضيه ثانيه. ده مثير للشغل، ده من يوم ما وصل ما بطلش يتفات وخطف المزاجين. عزلته عني وحبسته بالانفرادي. جربت تجلده يا فندم؟ صبر بتعرف هاته. وفاء صابر، وحشتيني يا حبيبي. ازيك؟ عامل ايه في السجن؟ اكون عامل ايه يعني؟ مسجون والحمد لله. ازيك يا استاذ؟ ازيك يا متر؟ ازيك يا جهبس؟ احنا ايه، فهمنا الدستور غلط ولا ايه؟ لا، احنا فاهمينه صح. امال ايه الحكايه؟ انا عندي مرور دايق وجاي. ها؟ اتفضل يا باشا. وفاء وحشتيني. بص خطفي كده خلف الاسوار. هنا في السجن؟ ده هنا امن مكان، ده البوسه هنا تساوي شويه بوس من بتاع بره. مفيش فايده فيك. ايه؟ انت بتعمل ايه؟ كده انا هتسجن. بقول لك ايه؟ سيبك من اللي انت فيه دلوقتي، معاك المحاكمه قرب. عايزك تعمل شويه جنان على ملاخوليا على هطل كده. اطلب انا من المحكمه الكشف على القواقع العقليه، يقولوا عليك مجنون. جنان ايه وهطل ايه؟ مش انا اللي اخلع وابقى عيل، انا هكمل المشوار. مشوار ايه اللي هتكمله؟ انا جاي اتناقش معاك في الموضوع ده. جاي تتناقشي هنا؟ هتناقشيني تاني؟ انا خايف من حاجه واحده بس، اخد انا اعدام وانت وحسين تتجوزوا، يبقى زحلقني صح، كعبلني انا في الدستور، وساء هو الحمطور. صابر عايز يبيع ويفرق الفلوس على الناس. الواد ده اكيد شيوعي. على فكره التهم الموجهه لصابر الطيب عقوبتها الاعدام. الواد ده روش طح، عمل زي اللي طلع الهرم ونط عشان يقيس الزمن. اعترافات تفصيليه للمتهم الاول في تنظيم البيع. الواد ده حمار، عايز يبهدل البلد ويدخل اجانب تاني. ما ينفعش حمار يسوقنا. شوقي. ايه يا متر؟ انا خايف جدا. خايف من ايه؟ انا اول مره ادخل محكمه. جمد قلبك كده يا اخي وجمد قلبك. الله، عندي صداع هيخلي مناخيري تتنطر من وشي. ابن حلال امسك يا متر، برشامه هتخليك كده. بقول لك يا شوقي، انا ماليش في السكه بتاعتك دي. انا بتاع السكه دي؟ ده اخويا اللي محبوس ده يا متر. ماشي، براءه ان شاء الله يا رب. محكمه. ما تقلقش يا صابر، ده عيالك. لا الهي يا لا بي. بلاش هنا يا اما، ابوس ايدك. بسم الله الرحمن الرحيم. نادي على القضيه الاولى. القضيه رقم 113، انا متهم فيها صابر الطيب بالتخابر مع منظمه ميم ميم عين. الادعاء يتفضل. سيادة الرئيس، حضرات السادة المستشارين، القضية المطروحة أمامكم اليوم من أخطر قضايا العصر، قضية خيانة، خيانة الوطن، خيانة الأمانة، قضية إرهاب من نوع جديد، إرهاب فكري وترويج للأفكار الهدامة.
شوقي ايه؟ هما بيكلموا عن مين؟ اكيد عليك انت طبعا. يا نهار اسود ميت، يا نهار اسود ميت. اراد ان يبيع تاريخ الكفاح الوطني لهذه الامه في مقابل مبلغ من المال، مستغلا في ذلك جهل وفقر شريحه كبيره من ابناء الوطن. اعتمد المتهم على الماده 25 والماده 30 من الدستور، لكنه اغفل الماده 33 التي تنص على ان القطاع العام له حرمه، وانه ينبغي على كل مواطن الدفاع عن هذا القطاع وحمايته. لكننا نحمد الله، نحمد الله على ان مصر فيها رجال يؤمنون بالعدل، يؤمنون بالوطن، فقضاؤنا قادر على ان يقف في وجه كل خائن، فلا تاخذكم به شفقه ولا رحمه. لذا فالنيابه تطالب بتوقيع اقصى عقوبه على المتهم، وهي الاعدام شنقا، ليكون عبره لكل خائن. شوقي ايه ده بيقول اعدام؟ سامع سامع سامع. يا نهار اسود الدفاع اتفضل. دورك يا استاذ، دورك. سيدي الرئيس، سيادة الرئيس، سيدي الرئيس. حسين انا في عرضك. انت يا حسين انا معاك اهو، اتفضل ابدأ برفعتك. الخناقة كلها كانت علشان 10 متر سيراميك فرز تالت. سيراميك فرز تالت؟ هما ضحكوا عليه يا باشا وقالوا له فرز تاني. هو لو كان كلف خاطره وراح المحل ومسك البلاطه كده ودقها بطرف لسانه ولقاها مززه، كان عرف انها فرز تاني. فرز تاني ايه وتالت ايه؟ اتفضل يا استاذ اتكلم في الموضوع اللي انت جاي تترافع فيه. شوقي هو حسين ماله؟ متقلقش انا مديله مصلحه هتخليه كده. يا نهار اسود. سيادة الريس، يا سيادة الريس انا عايز اتكلم، انا عندي دفاع عن نفسي. باشا صبوره طمر كله كده. اتفضل. انا هقول كل اللي حصل، بس قبل ما اتكلم عايز اقول للباشا حاجه. قصدك النيابه؟ اتفضل. النيابه يا شيخ، احيات عينيك، احيات عيالك، خليك محضر خير وما تشعللهاش. سياده الرئيس انا ارفض الاسلوب ده في الحوار. اتكلم يا صابر ومالكش دعوه بالنيابه. يا ريس انا بريء والكلام ده كله ما حصلش. شهاده الشهود والتوكيلات أقوى دليل على الإدانة. الشهود كلها موجودة هنا واسألهم. أنا كل الحكاية إن أنا قريت الكتاب ده. ده إيه ده يا باشا؟ ده الدستور ولا كتاب جبر؟ دستور طبعا. قريته يا باشا بالصدفة، والله العظيم بالصدفة، ولقيت فيه إن أنا إنسان وعندي حرية وإني بمتلك في البلد دي. يعني واحد عنده أملاك وعنده حرية ومش لاقي ياكل، يعمل إيه في أملاكه؟ يعمل اللي هو عايزه، يبيع يشتري، يعمل توكيل لحد تاني يبيع له بيه، هو حر، حرية. الكلام ده يا استاذ لما يكون مال خاص مش مال عام. ما هو الاول كان العام عام والخاص خاص، دلوقتي العام بيخصخصوه. وانا كل الحكايه حضرتك ان انا عايز اخصخص خصوصي على جنب. انا عايز ابيع علشان اشتري شقه واتجوز فيها. 6 سنين خاطب مش عارف اتجوز، لغايه لما العروسه نشفت وجلدت. بص عليها حضرتك هتلاقيها عروسه مخلله، وابوها بقى في الطلعه والناس ده يمسك فيا، اصل هو ساكن تحتي حضرتك. ما تخرجش عن الموضوع يا صابر. ما هو ده الموضوع، واحد مزنوق وعايز يبيع املاكه عشان يفك ازمه، وعرفت ان البيع ما يبقاش فردي، لازم نص الشعب هو اللي يوافق. انا قلت اسال الناس عايزين تبيعوا ولا لا. ده اعتراف منه انه حرض المواطنين يمضوا له على توكيلات علشان يبيع. يا راجل ده انا حلفتك بعيالك، ابوس ايدك ما تشعللها. والله يا باشا انا ما عملتش حاجه غلط، ده انا بعمل زي ما الحكومه بتعمل بالظبط. بس الفرق اللي بيني وبينها ان انا عايز ابيع وادي الناس فلوسها في ايديها يعملوا بيها اللي هم عايزينه. لو حصل زيطه تاني انا هخلق قاعه. يا باشا المفروض اللي يكون مكاني ويتحاكم على الخيانه ناس تانيه مش انا. مدير شركه هبش 500,000 وخلع، ده خاين وابن كلب. واحد هبش البنك في 1,000,000 وخلع، ده خاين وابن كلب. لكن انا غلبان وطيب وابن كلب، والله العظيم يا باشا غلبان، وكل امل ان اعيش مستور. والله العظيم يا باشا اللي تشوفه حضرتك وانا راضي بحكم العداله، والله انا غلبان. يا لي يابا يا لي يابا يا لي يابا. الحكم بعد المجاوله. وبعد الكذب ان شاء الله براءه، وانا بدعي لك من قلبي يا صابر يا ابن بطني.
كفايه يابا كفايه يابا كفايه يابا. محكمة! بعد الإطلاع على الدستور وتطبيق مواد القانون، حكمت المحكمة حضورياً ببراءة المحكمة. أولاً أنا بحيي القضاء بتاعنا على نزاهته وعدلته 100 مرة. 100 مرة! أحلى تحية للمحطات الفضائية على طول السلام. لام لام! أستاذ صابر، نحب نعرف من حضرتك إيه هي الخطوات اللي جاية؟ إن شاء الله هنكمل المشوار. روح بدم هنكمل المشوار. لا لا لا، ما بحبش أروح قدام إيدية، الشغل ده مش هياكل معايا. أستاذ صابر، والبيع إمتى وإزاي؟ إن شاء الله هنبيع في مزاد علني عشان الشفافية والقيل والقال. أما حكاية إمتى ديت؟ لما نص الشعب يوافق. اللي عايز حقه يعمل التوكيل يا جدعان. أنا عايز أعرف إزاي شوية عيال زي دول يعملوا الدوشة دي كلها؟ لا دوشة ولا حاجة يا فندم، دي مجرد زباعة فنجان. ده حتة ولد عقله طائق وحواليه شوية عيال تافهين، ويسر الصحافة اليومين دول ما عندهاش حاجة تكتبها فعملها شغلانتها. أنا همضي أمر باعتقاله فورا يا فندم. لا 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 لا، لو تم اعتقاله هنعمل منه بطل شعبي، والصحافة والفضائيات هتحكي عنه حكايات. ده غير بتوع حقوق الإنسان هيقلبوا علينا الدنيا، احنا مش راضيين ورانا شغل كتير. بقول ايه، احنا نعين عليه حراسة 24 ساعة، لان الواد ده لو حصل له حاجة الناس هتقول الحكومة هي السبب وهتبقى مشكلة. ايه الموضوع اللي بعده؟ ادخلي يا وفاء، ادخلي برجلك اليمين. أخيراً بقينا لوحدنا. تعالي لي يا حلالي يا بلالي، هندخل ولا حد داري. مش قبل ما تجاوب على أسئلتي يا صابر. تاني وفاء، هو في إيه؟ هي الجوازة دي مالها؟ ده أنا محسود بقى، أنا في حد باصص لي بدخلتي. يا صابر أنا نفسي أفهم أنت ناوي تعمل إيه بالظبط. ناوي أعمل إيه؟ بقى ده سؤال يتسأل العريس ليلة دخلته؟ دي حاجة يعني راجعة للتسهيل. تعالي بت تعالي، ليلتك قشطة. قلت لك في حد باصص لي بدخلتي؟ معاك البوكس يا باشا ولا هناخد تاكس؟ احنا هنا في خدمة حضرتك، عندنا أوامر بحراستك أنت والمدام. حراسة لينا احنا؟ أيوة يا فندم، احنا مأمنين المنطقة كلها، والاتنين دول هيفضلوا هنا مع حضرتك. يفضلوا فين؟ هيناموا معانا؟ لا يا صابر بيه، دول ما بيناموش، وما تقلقش المنطقة كلها متأمنة. شايف يا وفاء؟ شفت الهنا اللي احنا فيه؟ المنطقة متأمنة. يعني هندخل دخلة ميري في حراسة الحكومة، ومش بعيد الصبح يضربونا 21 طلقة. يا بركة دعاك يا ماما. اللي بيحصل يا ماما؟ امسكي في المخلات يا وفاء، امسكي في المخلات ده. واقفين هنا من امتى؟ واقفين طول الليل يا فندم. سمعت حاجة؟ سمعنا كل حاجة يا فندم، بس في حاجات ما كانتش واضحة. بس طبعا تخيلتوها. لا يا حبيبي، لا يا اخويا، الحراسة مش على باب اوضة النوم، الحراسة برا. يلا يلا. ده شوقي صاحبي، سيبوه سيبوه. تعالى بشوق، تعالى بشوق. ايه كتبت الاعدام دي يا معلم؟ الحراسه ليه؟ الضرب هنا مهمين. ما انت نايم هنا في العسل ومش عارف ايه اللي بيحصل في البلد بره. ايه اللي بيحصل؟ الدنيا كلها مقلوبه والتلفزيون بيتكلم علينا يا معلم. هذا وقد تدفقت جموع ضفيره من الجماهير الى مكاتب الشهر العقاري منذ صباح اليوم لعمل التوكيلات للمواطن صابر الطيب، مما ادى الى زحام شديد امام جميع مكاتب الشهر العقاري على مستوى الجمهوريه. الله اكبر، الناس فائت. الله أكبر، الناس فائت. يا صابر يا مفوقنا، بكرة تبيع وتروقنا. يا صابر يا مفوقنا، بكرة تبيع وتروقنا. يا صابر يا مفوقنا، بكرة تبيع وتروقنا. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟
أنا موسى مندوبة محطة تي تي اي الفضائية. أهلاً وسهلاً. ممكن أتكلم مع حضرتك؟ أنا؟ يا لهوي. آه طبعاً طبعاً. طب يا إخوانا معلش كل واحد يشوف مصلحته ها؟ دوس يا معلم. أسيحة. نعم. تعال تعال. تشربي إيه؟ كابوتشينو. إزاي يعني؟ آه هنا بيعملوه تقيل شوية وأبيض يمشي؟ يمشي. هتلاقي سحلب يلا. طب ممكن نخلي كلامنا في العربية؟ في العربية؟ ما شاء الله ما شاء الله دي قطين وصالة دي. لو بدرت ليلة كنا عملنا ليلة الدخلة فيها ومع المطبات بقى ما أقولكيش. مستر صابر. نعم. إيمانا من المحطة بأهمية الحدث الكبير اللي انت عملته. بما أنك أصبحت دلوقتي من أهم الشخصيات الموجودة على الساحة. شكرا. بنقدم لك عرض ياريت يلاقي قبول من حضرتك. عرض إيه؟ المحطة بتعرض على حضرتك مستر صابر إنها تمول حملة الإعلانية للبيع بكل مصاريفها. وده في مقابل ايه حضرتك؟ في مقابل ان المحطه يبقى لها الحق الوحيد في تصوير احداث عمليه البيع. الحقيقه من ناحيه المصاريف المعلم فلفل قايم بالواجب وزياده. مستر صابر الصفقه كبيره قوي واللي هيشتري هيبقى من بره مش من جوه. يعني صوتك لازم يوصل العالم كله. يعني ايه مش فاهم؟ يعني مؤتمرات اجتماعات دعايه اعلان وعلى مستوى العالم مش على مستوى محلي. ودي حاجات هتتكلف كتير وكل ده هتوفره لك المحطه ومش لك لوحدك مستر صابر والمجموعه العمل بتاعتك كلها اللي انت هتختارها. قشطه. طب والميزانيه اللي انتوا حاطينها قد ايه يعني؟ الميزانيه مفتوحه. يعني المصاريف اوبن بوفيه؟ اوبن بوفيه. وانا اوكي. يا ياد ام المتر حسين كلمني دلوقتي وقال لي هو جاي في السكه والنسبه عدت يا معلم. عدت عدت يا وفاء. النسبه عدت. عدينا معاه. عدينا يا معلم.
ابو الشوق حبيبي الملايين جاي يا ابو الشوق عدينا ابو الشوق مبروك مستر هنري النسبة حددت 50% وصابر أصبح المسؤول عن البيع سأتصل بك لتحديد لقاء مع صابر الطيب في أقرب فرصة وأنا في انتظار اتصالك مستر هنري يعني إيه؟ يعني إيه حدد معاد جلسة مزاد؟ ولد زي ده يبيع المال العام وإحنا نقعد نتفرج عليه؟ إزاي؟ الغريب في الموضوع يا فندم ازاي قدر بالسرعه دي يحصل على الاصوات دي كلها ده يا فندم زي ما يكون وباء وانتشر في البلد كلها دي ظاهره لابد من دراستها دراستها قعدت تقول لي زوبعه فنجال زوبعه فنجال وتهون من الموضوع ودلوقتي لسه عايز تدرس وتحلل وتكتب تقارير مش كده انا قلت من الاول نعتقله يا فندم احنا بلد ديمقراطي بيحكم القانون وللاسف الواد ده ماشي قانوني وبعدين اعتقله ازاي وهو معاه اكتر من نص الشعب زوبعه فنجان مش كده ومين في الاخر اللي هيشرب الفنجان مش انا ايوه انا طبعا جيبوا لي الواد ده هنا فورا ايوه اهتمي بالركبه شويه حاولي تفرديها على قد ما تقدري بقالها سنين متنية في التاكس وات؟ ركبة ركبة ركبة؟ اللي بتلعبي فيها اسمها ركبة حاولي تتكي على الركبة طلعي من رجلي الاكسراتير وانت خليكي في الدبرياج رجرجي فيه على قد ما تقدري محدش يلعب في الفرامل اشتغلوا على طول على طول بقرعش 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 انت هنا بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ بقرعش اصلي اول مرة اكتشف اني بقرعش من ركبتي طبعا اذنك بقى يا اخت وريني كده هتقرعش ازاي؟ انت ايه؟ بتحل كوبلن اتفضل معايا لو سمحت حضرتك مين؟ مباحث انت مش ملاحظة كل ما تمد ايدك عليها بيطلع لي ظابط هاتي خلي شوقي معايا على الخط اتفضل يا باشا صابر طيب يا فندم الواد اللي اسمه صابر مش كده؟ دخله اهلا 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 وسهلا اهلا صابر بيه اهلا وسهلا ازاي سعادتك؟ الحمد لله انتوا جايبينه بالشكل ده ليه؟ يا فندم التعليمات تعليمات ايه؟ اتفضل اهلا بيك اتفضل 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 ما شاء الله ايه ده كشول؟ ده لبس حلو قوي جايبه من اهل محل ان شاء الله جابوني على غفله اصلا اقعد يا ابني اقعد ده حضرتك احلى من التلفزيون بكتير قوي صحيح كلهم بيقولوا كده وبتضحك كمان ده انت زينا بقى تشرب حاجه يا صابر بيه ولا تاكل معايا لقمه جنب الوزاره هنا عربيه كبده بتبيع كبده تجنن تاكل معايا سندوتشين لا يا فندم متشكر جدا انت مش عارف غلاوتك عندي قد ايه وعند الوزاره كلها يا سلام انت عبقري يا اخي والله العظيم عبقري ازاي حصلت على الاصوات دي كلها البركه في المناخ الديمقراطي يا فندم انا طول عمري مؤمن بالشباب وحماس الشباب وافكار الشباب وملابس الشباب بقول لك يا صابر بيه اؤمر يا فندم احنا عاوزين ننسخ الادوار لان النظام مهم قوي في البيعه دي ادوار ايه سعادتك انا عملت كل حاجه انا حددت سعر مواصفات اللوت لوت انت عملت المال العام كله لوت واحد ايوه يا فندم لوكشه واحده وعلى راي المثل خطه بالمرزبه ولا ميه بالشاكوش شاكوش ايه ومرزبه ايه احنا فرشه حداده مرزبه وشاكوش يا صابر بيه افهمني ده اقتصاد دوله والبيع بالطريقه دي فيه اهدار للمال العام
يا فندم حضراتكم بتخصخصوا وتبيعوا ومحدش قال لكم حاجه. يا اخي فني افهم مصادر بيه، احنا كوزاره بنبيع واحده واحده شركه شركه مصنع مصنع عشان نحافظ على اقتصاد البلد والاسعار ما تهبطش. اه قصد حضرتك تاتا 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 تاتا. حلوه تاتا تاتا. باشا انا صاحب نظريه تاتا تاتا ديت، دي نظريه بطبقها لما اكون انا اللي هدفع، انما في حاله اني انا اللي هقبط يبقى مفيش غير نظريه طازه بطازه. طازه بطازه؟ ايه النظريه دي؟ ايه طازه بطازه دي؟ لقيتها في فرن ولا قريتها في كتاب؟ ايه حكايتك؟ انت عايز تقضي على المال العام وتعطل خطه التنميه؟ ده مستحيل، دي تبقى كارثه. انا همنعك. ايه حكايتك؟ سكتنا له ودخل بحماره؟ بعد اذنك يا فندم. الو؟ ايوه شوقي. لا 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 مفيش حاجه يا شوقي. لا طمن الناس انا بخير. يجوا فين؟ دول 40 مليون. المكان هنا ما يستحملش. لا يا شوقي حاول تهديهم انت. احنا مش عايزين مشاكل مع الحكومه. لا سعاده الباشا ده راجل طيب وزي العسل. اه والله ده كان عايز يعزمني على كبده من شويه. لا ما انت عارف ما باكلش من الشارع. والله هو يطمنك بنفسه. خد يا باشا. مين ده صاحب البيت؟ مين؟ ده شوقي صاحبي. طمنه عليا وخليه يهدي الناس. قلت لي اسمه ايه؟ ابو الشوق كدلك. ايوه شوقي بيه. ازيك يا كابتن كدلك؟ لا لا كل شيء تمام. اطمن وطمن كل اللي عندك. لا تيجوا هنا ازاي؟ بقول لك ايه؟ ان شاء الله كلها ربع ساعه وصابر هيبقى عندكم باذن الله. مع السلامه. شكرا. ايه يا صابر يا ابني؟ قلت ايه؟ الناس هي اللي تقول. الناس غلابه وتعبانين وعايزين يعيشوا. طب لازم تعرف بقى ان الدوله لها حقوق في الاموال دي. لها ضرائب بانواعها. لها دمجات. لها رسوم بيع. ايه رايك بقى؟ عندك العيب يا باشا. الدوله تاخد حقها والناس تاخد حقها. قوم يا ولد! اطلع برا! برا! قول لي يا خليل، في نظريه اسمها طرزه في طرزه؟ جدع يا صابر. البركه في تليفون ابو الشوق. يعني تليفوني جاب معاهم اهو. تليفونك؟ ما احنا كلنا معانا تليفونات. هما سابوه لما عرفوا ان انا المحامي بتاعه. وقعد يقول لي الاسعار هتهبط وخطه التنميه مش عارف هيحصل لها ايه. قال كلام كتير قوي. الكلام ده يخوف يا صابر. انت ايه قلقت ولا ايه؟ انا ما قلقتش ولا حاجه، بس بقول لك الكلام ده يخوف يا صابر. صابر. ايوه. انت لازم تستريح شويه عشان النهارده عامله لك حفله تجنن. حفله تاني غير دي؟ يا صابر ناوي تعمل ايه بالفلوس بعد البيع؟ اكيد في دماغك مشروع كبير. لو الواحد فعلا طلع له مليون جنيه مش هيكفيني شهرين ساونا وتدليك. مليون جنيه ايه يا صابر؟ انت مش عارف ان عمولتك في البيع مش هتقل عن مليار جنيه؟ ده حقك القانوني. مليار ايه؟ مليار جنيه؟ وتقولي لي هعمل ايه بالفلوس؟ ده انا ابقى جزمه لو فكرت اشتغل. ده انا هقضي بقيه حياتي في البانيو شامبو وبلسم هقضيها زفلطه. زفلطه؟ انت زودتها قوي. سايبني متلقاها هناك وقاعد هنا تتمسخر انت والهانم؟ شت 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 صوتك معلاش. احنا في صحراء المفروض تتعلمي تتكلمي ازاي. في حاجه اسمها اتيكيت. اتطوري بقى. اتطوري بقى. ماشي يا صابر هتطور. اخصمك اسيبك لا لا وجوه الروح هتفضل حبيبي اللي انا بهواه. انت حبيبي وابني انت
يعني انت سايب الحفلة وجاي تسكر هنا؟ سدر قافش وجسمي بيتنفض يا صابر، وعايز استفرر معاك على انفراد. انت ايه بقى اللي مضايقك؟ شوف يا صبوره، احنا ما نبيعش البلد، احنا نأجرها. نأجر البلد؟ هنأجرها ايه بقى؟ مفروش ولا قانون جديد؟ اللي عايز قانون جديد نديله، مفروش نفرشها له، عشان المستاجر خانقنا وقال ادبه نرمي له العفش بتاعه من البلكونه، لكن لو بعنا مش عارف. واضح انك سكرت على الاخر، انا ماشي. اقعد يا صبر، اقعد. طب ايه رايك بقى؟ بلاش حكايه البيع، احنا ممكن نقسمها، يعني مجموعه نديلهم شركه، مجموعه نديلهم مصنع. هو احنا ينفع معانا تقسيم؟ احنا لو ادينا مجموعه مثلا شركه الحديد هيقولوا ادينا احنا الحديد وخد هو البيره. خلي يقول يقول. المهم اي حل تاني غير موضوع البيع ده؟ يعني انت جاي دلوقتي تقول الكلمتين دول؟ ما قلتش ليه من الاول؟ كنت سكران يا اخي وفقت. صبر، احنا بنغلط غلطه كتاب التاريخ عمره ما هيغفرها لنا ابدا. سيبك من كتاب التاريخ، كتاب الحساب برقبته، وبعدين ما فيهاش حاجه لما ننجح بماده. انا مش معاك يا صابر، انا مش معاك يا صابر، انا مش معاك يا صابر. اللي انت العاده ايه مالك؟ تطوير، مش انت اللي قلت لي لازم اتطور؟ انا قلت لك تطوري مش تتهوري. اجري مدام، اجري البسي هدومك. يا سلام، ما قاعده قدامك اهو بالمايول النهار وما نزلتش عينك من عليها. هي تقعد بالمايوه وتقعد مالت، هي حره ملهاش جوز لامها، انما انت لا. انا مش قادر اصدق اللي انت لابساه ده. اجري اجري، ده انا اللي اسمي جوزك، عمري ما شفتك كده قبل كده. اتفضلي. لا حمش حمش، وعندك مبدا، انا في بيت ابويا ويا ريت تطلقني بهدوء بدل ما افضحك على الفضائيات. كلبة تفضحيني أنا؟ وفاء وفاء يا وفاء. خلاص بقى وفاء، اهدي شوية، أنا ما استحملتش حد يشوفك كده. الموضوع انتهى خلاص، طلقني يا صبري. بقى دلوقتي مشاكل، ده المساد خلاص. احنا كان كل مشكلتنا شقة، تقوم عشان تجيب شقة تبيع البلد كلها. فوق يا صابر، فوق وحس باللي بيحصل حواليك. لا فوق انت بقى، انت اللي مش دريانة بايه اللي هيحصل لنا، ده الملايين جاية. مش عايزة الملايين دي، خليها لك انت والأمورة اللي لحست مخك. فقرية ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انت ايه اللي لبسك؟ أنا افتكرت إنك ما بتحبش حد يقلع قدامك. إيه اللي بيحصل بس؟ أنا بتفهم غلط اليومين دول. بالعكس، أنا ما بحبش حد يلبس قدامي. لا لا، ده الجو حلو. صابر، إحنا لازم ننزل مصر. مصر؟ ليه؟ عندنا ميعاد مهم جدا. ميعاد مع مين؟ مع مستر هنري صاحب المحطة. ويا ريت يا صابر تعرف تعمل معاه شغل، ده هيفيدك جدا. من النهاردة اعتبري نفسك صابر الطيب، واللي فيه مصلحة اعملي. مستر هنري صابر الطيب. مش معقول، ازاي حضرتك يا فندم؟ ازاي حضرتك؟ ما حدش هيصدق ان انا قابلت الباشا، والله ما حد هيصدق. لا انا مش ماشي غير لما اخسره مع حضرتك. هو حضرتك برضه صاحب المحطه؟ مش ممكن. انت بتعرف مستر هنري؟ ومين ما يعرفوش؟ ده من اشهر رجال السياسه في العالم. وانت ايضا اصبحت من اهم زعماء المنطقه.
زعيم مرة واحدة. ده بس من ذوقك يا فندم. مستر صابر، أنت تعلم أن لنا مصالح كثيرة في هذه المنطقة الحيوية من العالم. طبعاً طبعاً، ده واضح جداً. نريد أن نتفق على بعض النقاط حول موضوع البيع. هذا تحت أمرك طبعاً، نتفق على أي حاجة. ممكن مازمازيل توطي الراديو بتاعها شوية؟ نحن نعلم أن البيع سوف يتم عن طريق المزايدة العلنية. أيوة مظبوط، على عينك يا تاجر، واللي ما يشتري يتفرج. لكن نحن نرى أن يتم عن طريق الأظرف المغلقة. ولماذا؟ حتى نتمكن من السيطرة على الممارسة. قصدك إيه يعني؟ إيه الممارسة دي؟ أنتم حددتم نصيب الفرد من البيع بمبلغ 1,000,000 جنيه، ونحن قبلنا هذا السعر. قبلته؟ طب وإحنا هنقطع برزق الناس ليه يا باشا؟ مش يمكن المزاد يسخن والسعر يزيد وعمولتي كمان تزيد؟ وبعد إحنا بنتكلم في إيه؟ ده المزاد خلاص بكرة. أنت في إيدك كل حاجة يا صابر. أما من ناحية العمولة، فأي رقم هتطلبه هيكون فوراً بحساب باسمك في سويسرا. سويسرا؟ أنا ما عنديش جواز سفر. بس دي كلها مفاجآت يعني، ما مفيش وقت، مفيش الحقيقة مش عارف أقول إيه. مستر صابر، تأكد أننا سوف نفوز بالصفقة غدا، سواء اتفقنا أو لم نتفق. يا ده أنتم صحصحين قوي، ما بتسيبوش حاجة للظروف، تخططوا صح وتنفذوا صح. بس أنا محتاج أحسبها مع نفسي شوية. انت طبعا قلقان ومش جاي لك نوم يا عواد. عواد مين يا عم؟ انت مش عارفني؟ انا اسمي صابر. انا اللي صابر، لكن انت بقيت عواد. تاني عواد؟ تاني وتالت وعاشر كمان. اصل انت ما انتش عارف الحكايه. زمان في الاذاعه كان فيه تمثيليه، فيها راجل اسمه عواد، كل يوم العيال يهللوا وراه ويزفوه ويقولوا عواد باع ارضه يا اولاد، شوفوا طوله وعرضه يا اولاد، بهدلوه مع ان الارض كانت ارضه ملكه وما باعهاش للخواجات. فما بالك بقى بواحد عاوز يبيع وطنه؟ ده بقى يزفوه ازاي؟ انت اكيد من المعارضه، اكيد ما عملتش التوكيل. مش انا بس اللي ما عملتش توكيل، اجيال كتير ما عملتش توكيل، ومنهم حسن ابني حبيبي وحيدي اللي استشهد في حرب 73. كان شاب زي كده كله امل وحياه، لكن ضحى بنفسه علشان نعيش انا وانت احرار. ما كانش يعرف ابدا إنه حييجي زمن عواد ويتباع فيه الوطن ودم الشهيد في مزاد. لو بعت مش هيبقى لنا مكان فيه، وساعتها هحس إن ابني مات. ليك حق تقول اكتر من كده، ما انت مش دريان بحاجه، انت عايش في غيبوبه. وانت قاعد هنا ليه؟ ها؟ ما تنزل الشارع وتلف، هتلاقي الناس بتكلم نفسها. الناس تعبانه، زمانك غير زماننا، احنا في زمن الغباوه. جاي دلوقتي تحط دم الشهيد في رقبتنا؟ يا راجل حرام عليك، حرام عليك، دول اكتر واحد تعبان في البلد. بيعي يا عواد، بس قبل ما تفرق الفلوس لف العالم كله وحاول تشتري وطنك. مش هتلاقي حضن دافي زي هنا.
جنتلمان، سيداتي، أنساتي، سادتي، تبدأ الآن جلسة المزاد. رجاء تكرم بالهدوء. مستر صابر الطيب. الرحمن الرحيم، هنبدأ الجلسة وهنبيع الصفقة كلها لوكشة واحدة، يعني لط واحد، واللط عبارة عن كل ما هو عام من ثروات البلد وكله واضح في كراسة الشروط، والمزايدة علنية، كلامي واضح وصريح، يعني من النهاردة طريقنا صحراوي ما فيهوش إشارات وما فيهوش ريست، يعني الأظرف المغلقة مش هتاكل معايا، والرشاوي أياً كان اسمها برضو ماليش فيها، والعمولات اللي بتقول عليها حلال ما تنفعنيش، مش سكتي. صابر الطيب إيده نظيفة مش بصابونة ولا بليفة. ابدأ المزاد يا شباب. جنتلمان، بالصلاة على النبي بقى يا جماعة كده نصحى مع بعض بإذن الله، والجماعة الخواجات فاهمين طبعاً أنا بقول إيه. النهاردة البيع على نصيب الفرد في المال العام، ماشي؟ حد بقى يسمعنا كلمة حلوة كده؟ نص مليون جنيه كل مواطن. جنيه؟ جنيه؟ بالدولار يا معلمين، بالدولار. خلاص الجنيه من ساعة ما قوموه ضرب القدس ما قبش تاني. ممكن نسمع بقى بالدولار حاجة لو سمحت هنا؟ 300,000 دولار لكل فرد. لا 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 مش عجباني، نسخن بقى يا جماعة، نسخن أكتر. 400,000 دولار. 400,000 دولار؟ جميل. لكن كل مشكلتنا شقة، تقوم عشان تجيب شقة تبيع البلد كلها؟ فوق يا صابر. بس كده ما ينفعش، البيعة كبيرة يا جماعة، ما بنبيعش احنا كاوتش عربية هنا. الله، أرقام يا ناس. نص مليون دولار. معايا نص مليون دولار، شكلها هتولع نار. نشاط يا ناس. 600,000 دولار. 600,000 دولار؟ قوية. ولسه 700,000 دولار. سبعمائة ألف دولار هنا عند أبو سامية من الصين. لا اطلع فوق، أرقام. سمعيني يا حاج. بيع يا عواد، بس قبل ما تفرق الفلوس لف العالم كله وحاول تشتري وطن. مش هتلاقي، مش هتلاقي حضن دافي زي هنا. 800,000 دولار. 800,000 دولار. مليون دولار. مستر صابر، تأكد اننا سوف نفوز بالصفقة غدا، سواء اتفقنا او لم نتفق. مليون دولار هنا عند الامريكان. الاخضر هيلعب يا معلمين. مليون دولار. تاتا مين يزود؟ يا الله. مليون ونص دولار. النص تبع ايه بالظبط؟ مجموعه مستثمرين جنسيات مختلفه. يعني لو رس عليكم العطا هنرفع علم مين من الاخر؟ مش مهم العلم، خلي حكايه العلم دي بعدين. لو بعت مش هيبقى لنا مكان فيها، وساعتها بس هحس ان ابني مات. مليون ونص دولار عند اللي ما يتسموش. بيع يا عواد. مليون ونص دولار هنا. حد هيزود؟ حد يزود؟ مليون ونص دولار هنا. ألاقونا. مليون ونص دولار على دول. مليون ونص دولار على لا! مليون
استعجناها. يا نهار اسود ومنيل. السعر المرفوض. محدش وصل للسعر اللي احنا عايزينه. يعني انت مسيبنا بلادنا واولادنا ولممنا في الاوضه دي عشان تتمسخر علينا؟ على الطلاق انك واد دزمه وابن دزمه. يا صابر بيع بيع قبل الفرصه دي ما تضيع. يا صابر بيع بيع قبل الفرصه دي ما تضيع. يا صابر يا حمار بيع ان شاء الله بألف دولار. يا صابر يا حمار بيع ان شاء الله بألف دولار. يا صابر يا دزمه يا اللي مالكش لازمه. يا صابر يا دزمه يا اللي مالكش لازمه. يا صابر يا أنا أكتر واحد كان نفسه يدور. كان كل أملي إن نصيب الفرد يوصل لمليون جنيه. لكن لما وصل لمليون ونص دولار، ومن مين؟ من المستثمرين. المستثمرين اللي بياخدوا أبو ألف بمية. لما يحطوا الرقم ده يبقى لازم نفوق. لازم نصحى. لازم نعرف كويس قوي إنها تساوي أكتر من كده بكتير. بس إحنا اللي مش فاهمين. يا عم كده حلو أوي، إحنا موافقين. لا، هم قدروها بكده عشان عارفين هيكسبوا منها إزاي. العيب مش فيها، العيب فينا إحنا. إحنا اللي مش عارفين قيمتها، إحنا اللي مش عارفين نديرها. يا عم إنت العيش لخباز، طالما مش عارفين نديرها سيبها لهم بقى قبل ما نبيع عيالنا. زمان عشان يدخلوها كانوا بيدفعوا تمن غالي أوي من دمهم. دلوقتي بالدولار هيدفعوا ويخشوا، وهم معاهم العلم والقوة والمال، هيبقوا هم السادة واحنا العبيد، ومش هيبقى لنا مكان فيها. دوروا على حد تاني يبيعها ويبيعكم معاها. دوروا ما بينكم على عواد. لكن أنا مش هبيعها، وحقي فيها مش هيضيع. صبر الطيب يا جربوع، بيع خلصنا من الجوع. مش هنبيع يا جربوع، حقنا فيها مش هنبيع. مش هنبيع مش هنبيع، حقنا فيها مش هنبيع. مش عايز حد يقلق فيكو. مادة 17 في الدستور بتقول تكفل الدولة المعاشات في حالات العجز والبطالة وغير قلت الواد ده دازمة وابن دازمة وراه.